أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في درسنا اليوم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن المودال فيربس اللي هي الأفعال الناقصة. وحابب أقول لكم في البداية خالص يعني إيه أفعال ناقصة. الأفعال الناقصة إحنا يعني سميت بهذا الاسم ليه؟ لأن المودال فيربس ده بيبقى عندي المودال فيرب ولازم بيجي بعديه اللي هو المين فيرب. يعني اقول لك I have to study, she has to work, I need to do my homework. يبقى اذا لازم بيجي فيرب عشان نقدر نكمل الايه المعنى. طيب انا يعني حبيت اقول لكم في البداية ليه سميناها الافعال الناقصة. تعالوا دلوقتي بقى نشوف ايه هي الافعال الناقصة. الأفعال الناقصة اللي احنا بنسميها modal verbs، بنسميها ايه؟ modal verbs. المودال فيربس اللي هي have to, has to, must, have got to, has got to, and need to, and need طبعا مع ال he و she وال it هتبقى needs to. طيب تعالى نعدهم مع بعض كده، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى هما الست modal verbs، ست أفعال ناقصة بيساويهم تعبير. في تعبير كده بيساويهم. تعالوا الأول نتكلم عن الأفعال الناقصة في الـ present، في المضارع. في الـ present طبعا أنا ببدأ بالفاعل بتاعي، طبعا have to بيجي معها الـ I والـ we والـ you والـ they، has to بيجي معها الـ he والـ she والـ it، must بتعبر عن الإلزام والضرورة. نفس الكلام برضو have to بتساوي have got to, has got to، have مع ال I will you will they، و has got to مع ال he و she will it، و need مع ال I will we will you will they، و needs مع ال he و she will it. كل دولت بيعبروا لي عن الإلزام والضرورة في الوقت الحاضر. يعني لما نقول لك I have to study hard، يعني لابد أو إن أنا لازم أذاكر جيد. I must study hard، نفس الكلام عادي. كل الأفعال دي بتعبر عن الإلزام والضرورة في الوقت الحاضر. يعني في الوقت الحالي الأفعال دي كلها بتعبر عن الإلزام والضرورة. have to لابد أن، must كذلك، بس ساعات بيفرقوا بقى ما بين have to و have و has to وما بينهم وبين must، ان يعني بيقولوا ان must ده الزام داخلي، يعني ده انت اللي بتلزم نفسك، ما فيش حد بيلزمك. و have و has to بيبقى الزام خارجي، يعني حاجة انت مثلا لازم تتبع قواعد كذا فانت بتستخدم have to. بس للامانة الاتنين ده زي ده ما فيش مشكلة فيهم، يعني have to تقدر تستخدمه مكان must وتقدر تستخدم must مكان have to عادي جدا. ولكن ماشي، كنوع من التفرقة هنقول ان must ده الزام شخصي، have to has to تبقى الزام ايه خارجي. ولكن زي ما قلت لك يعني في الكتب الأجنبية كلها بتوضح ان مفيش فرق ما بين الاستخدامين، عادي ممكن نستخدم ده مكان ده. طيب لو قلت لك I have to study hard، لابد ان تذاكر بجد، ممكن اشيل have to دي واستخدم تعبير اسمه it's necessary for الشخص to الفعل في المصدر. يعني انا لو بقول لك I have to study hard، لابد ان اذاكر بجد، ممكن اقولها it's necessary for you to study hard، يبقى من الضروري لك ان تذاكر بجد. it's necessary for you to study hard، it's necessary for you to study hard، يبقى من الضروري ان تذاكر بجد. يبقى عندي have to and has to بيعبروا عن الإلزام والضرورة، التعبير اللي بيساويهم اللي هو it's necessary for الشخص to الفعل في المصدر، فنقولهم it's necessary for you to study a hard، ده في حالة الـ present. تمام. طيب يبقى تاني بنأكد ان have to و has to بيعبروا عن الإلزام والضرورة في الوقت الحاضر. يعني هو هنا بيقول لك تفيد must الضرورة الشخصية، يعني الظروف شخصية تضطره لذلك، يعني انت اللي بتلزم نفسك، والشخص بيكون موافق لهذه الضرورة وراضيا عنها. وتفيد have to ضرورة مفروضة من الخارج ليس لديك اختيار في فعلها او لا،
بس زي ما قلت لكم للأمانة الاتنين بيتم استخدامهم كم بعض عادي جدا. وقبل كده كانت جات في امتحان مع ونموذج الإجابة كان ماشي مع النقطة دي اللي هي بتاعت إن لما يكون إلزام شخصي نستخدم ماست وإلزام خارجي بهافتو، ولكن في بعض الناس اعترضت والطلاب كلهم أخدوا الدرجة يعني. فما تقلقوش يعني، النقطة دي معروف إن هي تقدر تستخدم دي مكان دي إن شاء الله، ما فيش أي مشكلة خالص بإذن الله، وبتكون في صالح الطالب. طيب تعالوا نشوف بعض الأمثلة هنا. I have to get up early on school days. طبعا يعني هيقول لك ان ده الزام خارجي، المدرسه هي اللي بتلزمني ان اصحى بدري في مواعيد معينه، فده يعتبر الزام خارجي. ولو قلتها ماست عادي مفيش مشكله. I must visit Rami on Saturdays as I promised to visit him. لازم ازور رامي ايام يعني on Saturday يوم السبت as I promised to visit him، لان انا وعدته ان انا ازوره. فاذا ماست ده الزام مني انا وانا موافق على كده. It's necessary، واحيانا بنقولها necessary او necessary، الاثنين او necessary الاثنين صح. يعني ممكن اقول هنا it's necessary for all students to study hard، من الضروري لكل الطلاب ان يذاكروا بجد. لما اقول هنا طيب مش عايز نخش في الباست الاول اوضحها لكم، يبقى قلت انا I have to study hard بتساوي it's necessary for you to study hard. Sara has to get up early. Sara has to, أو Sara yes, Sara has to sleep early to get up early. ممكن أقولها it's necessary for Sara to get up early. Okay, so it's necessary for Sara to get up early. من الضروري لسارة أن تستيقظ مبكرا لكي تلحق القطار. طيب ده بالنسبة للبريزنت، هنستخدم أي واحدة من دولت. طب نيجي للباست. في الباست بنستخدم had to. بنستخدم ايه في الباست؟ had to. had to اللي هي ضرورة في الماضي، بنستخدم had ايه to. لما نقوله مثلا، لما نيجي نقوله I had to visit Alex or he had to visit Alex، كان مضطرا لزيارة الإسكندرية ولذلك زارها. هو كان مضطر يروح إسكندرية وراح، عشان كده قلنا هات ضرورة في الماضي وتم فعلها ما دامت في حالة الإثبات، ما دامت يعني مش منفية. يعني لو قلت I had to مثلا I had to go to school yesterday، I have to sign مثلا او have to fill in the form، كان لازم املى الاستمارة او اعمل اي حاجة، فده الزام في الماضي، ضرورة، ضرور شيء كان من الضروري فعله ولذلك انا فعلته، ولذلك انا ايه فعلته، يبقى ضرورة في الماضي وتم ايه فعلها. لما نقول لك he had to visit Alex، he had to visit ايه Alex. ممكن برضو نستخدم الباست من need و needs to، تبقى needed to. تمام needed to. طيب يبقى نقدر نعبر عن الباست عادي جدا. يعني قلت لك I have to get up early on school days، ممكن اقول لك I had to get up early yesterday، كنت مضطر ان انا استيقظ مبكرا بالامس ولذلك انا استيقظت. يبقى ممكن نستخدم فاعل had to الفاعل في المصدر او needed to عادي. I needed to get up early yesterday. طيب ايه التعبير بقى هنا في البريزنت؟ كان التعبير it's necessary for الشخص تو الفعل في المصدر، هنغير بس is هتبقى was هوت. يبقى ممكن اشيل had to واعبر عن نفس المعنى باستخدام التعبير ده او باستخدام الجملة دي اللي هي it was necessary for الشخص تو الفعل في المصدر. فاقدر اقول it was necessary for، it was necessary for example for Sarah to get up early. يبقى بدل ما اقول Sarah had to get up early yesterday، ممكن نقول it was necessary for Sarah to get up early. يبقى انا شلت had to حطيت مكانها it was necessary to. يعني لو قلت مثلا I had to for example
I had to go to the doctor last week because I was very sick. اضطريت ان انا اروح للدكتور الاسبوع الماضي وانا رحت. طب لو عايز نشيل I had to هنقول it was necessary for me to go to the doctor last week. اوكي طيب المستقبل بقى يبقى اتكلمنا عن الحاضر الـ present واتكلمنا عن الـ past، فضل لنا الـ future. والـ future سهل جدا، بدل ما هقول have to هتبقى will have to، بدل have to has to في الـ future هتبقى will have to. كل دولت هيبقى المستقبل بتاعهم اللي هو will have to، لكن need هتبقى will need to. يبقى need دي ماشية مع نفسها كده، need و needs تبقى needed، وفي الـ future تبقى will need to. will need to، انما الـ will have to دي مكان have to has و must. الـ future بتاعهم اللي هو will have a to. يعني كنت بقول مثلا، يعني مثلا الجملة بتاعت I have to get up early، I had to get up early yesterday. لو عايز اقولها في المستقبل بقى، انا لازم اصحى بدري بكرة ان شاء الله مستقبل، يبقى I will have to get up early tomorrow. انا مضطر ان انا استيقظ مبكرا غدا. يبقى اذا ده شيء ضروري ان انا اعمله، تبقى will have to لان انا بتكلم عن الايه، عن المستقبل. تمام. طيب ايه التعبير اللي بيساوي will have to؟ اللي هو it will be necessary for، الشخص to الفعل في المصدر، فاقدر اقول هنا it will be necessary for Sarah to، مثلا it will be necessary for Sarah to get up early tomorrow. يبقى ممكن اقول Sarah will have to get up early tomorrow. طب اخليها يبقى Sarah will have to get up early tomorrow or it will be necessary for Sarah to get up early tomorrow. يبقى انا طبقت المثال ده present و past و future. في امثلة هنا برضو اهوت، اللي هو مثلا في الـ past هنقول he had to visit، قلناها خلاص. في الـ future it will be necessary، يعني سيكون من الضروري للحكومة أن تبني طبعا more houses، اللي هي كثير من الايه، من البيوت. the government الحكومة will have to build more houses. إذا ده مستقبل، هو will have a to. هنقولهم teachers will have to use new technology. مثلا for example the teacher will have to use modern technology in explaining the next lesson. المدرس لاب عايز يعني سوف يضطر المدرس لاستخدام ادوات واساليب حديثه في شرح درس الغد. يبقى اذا نقدر نقول ان المودال فيربس هنا في البريزنت عندي have to has to الماضي، وماست طبعا، و have got to has got to الماضي منهم have to. وقلنا ان الـ present have to has to must have got to has got to need to needs، دول كل دول نقدر نستخدمهم في الـ present. اقدر اشيلهم واحط التعبير ده اللي هو it's necessary for، الشخص to الفعل في المصدر. طب في الـ past بيبقى had to، انما need و needs تبقى needed. طب ايه التعبير اللي بيساوي had to و needed to؟ اللي هو it was necessary for، الشخص to الفعل في المصدر. طب المستقبل هيبقى will have to الفعل في المصدر او will need to. طب ايه التعبير اللي بيساوي will have to will need to؟ اللي هو it will be necessary for، الشخص to الفعل في الايه، في المصدر. يعني ده كان درسنا النهاردة، اللي هو المودال فيربس، الأفعال الناقصة في المضارع والماضي والمستقبل. وقلنا إن الأفعال دي كلها بيساويها تعبير في البريزنت اللي هو it's necessary for، الشخص to الفاعل في المصدر، و had to في الباست، و needed to بيساويهم التعبير اللي هو it was necessary for، الشخص to الفاعل في المصدر. وقلنا في المستقبل عندنا will have to أو will need to، والتعبير اللي بيساويهم it will be necessary for، الشخص to والفعل في الايه، في المصدر. دي الأفعال الناقصة نقدر نستخدمها في التعبير عن الإلزام والضرورة في المضارع أو الماضي أو المستقبل. أتمنى تكون استفدتم، وأشوف تعليقاتكم الجميلة، وإن شاء الله نستمر بالتوفيق. إلى اللقاء.